بسم الله الرحمن الرحيم. مع مراجعه ليله الامتحان للصف الثاني الاعدادي ماده الرياضات الاجتماعيه، هنبدا اولادي ان شاء الله بالجغرافيا. بيقول لي سؤال: اكتب ما تشير اليه كل عباره. رقم واحد بيقول لي: احد موارد المياه العذبه في الوطن العربي وتعتمد عليه الزراعه في المناطق الصحراويه، طبعا هي المياه الجوفيه. عارفين ان الوطن العربي عنده كذا نوع من انواع مصادر المياه، زي مياه الامطار، زي مياه الانهار، وزي المياه الجوفيه. لكن المياه الجوفيه هو اللي بيستخدم في المناطق الصحراويه. رقم 2 بيقول لي: احد العوامل الطبيعيه التي تساعد على قيام الزراعه في الوطن العربي وتوجد على جانبي الانهار، طبعا دي التربه الخصبه. التربه الخصبه من اهم العوامل. عارفين الوطن العربي بيمتلك عوامل طبيعيه لقيام الزراعه، منها التربه الخصبه، منها المناخ، ومنها وفره الموارد المائيه. رقم 2 بيقول لي: بما تفسر اهميه الزراعه لسكان الوطن العربي؟ ايه هي اهميه الزراعه لسكان الوطن العربي؟ طبعا ليها كذا اهميه. رقم واحد لانها توفر احتياجات سكان الوطن العربي من المواد الغذائيه المختلفه. رقم 2 توفر فرص عمل لسكان الوطن العربي، حيث يعمل بها 50% من سكان الوطن العربي او نص سكان الوطن العربي. رقم 3 توفر رؤوس الاموال التي تستخدم في انشاء العديد من المشروعات. رقم 4 توفر المواد الخام اللازمه للصناعه، زي قصب السكر، زي القطن، زي يعني مواد خام كتيره بتوفرها الزراعه. يبقى دي هي اهميه الزراعه. رقم 2 بيقول لي: تذبذب الانتاج الزراعي في الوطن العربي، ليه كميه الانتاج في الوطن العربي مش ثابته في كل سنه؟ قال لي: بسبب اعتماد معظم الزراعه في الوطن العربي على مياه الامطار وهي غير ثابته. اتفقنا ان الوطن العربي معظمه بيعتمد على مياه الامطار في الزراعه، وبالتالي كميه المطر ما هيش ثابته، فبالتالي بيكون يعني انتاج الوطن العربي من المحاصيل الزراعيه غير ثابت. السؤال بعد كده بيقول لي: دلل تتعدد مصادر المياه العذبه بالوطن العربي. طبعا تتعدد، ان عندي ثلاث انواع. عندي حيث يمتلك الوطن العربي موارد ماليه عذبه متنوعه، مثل مياه الامطار والمياه السطحيه زي الانهار والبحيرات، والمياه الجوفيه زي العيون والابار. بعد كده بيقول لي: ما النتائج المترتبه على زياده الطلب على المنتجات الزراعيه في الدول العربيه؟ قال لي: ادى الى التنوع في النشاط الزراعي وزياده الانتاج، العمل على تحسين المنتجات الزراعيه لتنافس المنتجات الزراعيه من الدول الاخرى. يعني ايه النتائج المترتبه على ان الطلب على المحاصيل الزراعيه في الوطن العربي ازداد؟ ادى الى التوسع في النشاط الزراعي وزياده الانتاج، وكمان ان الناس بدات تعمل على تحسين المنتجات الزراعيه. طيب نبدا نراجع كده التاريخ يا اولاد. بيقول لي: الى من تنسب الاعمال الاتيه؟ رقم واحد بيقول لي: قام ببناء مدينه القاهره، طبعا هو جوهر الصقلي. اللي بنى مدينه القاهره في عصر الدوله الفاطميه هو جوهر الصقلي. ولو قال لي ليه، هقول له: حتى تكون مركزا للدوله الفاطميه. رقم 2 بيقول لي: ما هذا الطريق من القيروان الى الاسكندريه وامر بحفر ابار لضم مصر لدولته؟ طبعا برضو ده المعز لدين الله الفاطمي، هو اللي عمل كل ده عشان يتخذ من مصر مركزا للدولة الفاطمية. رقم 3 قام بتعريب الدواوين، مين هو؟ قال لي: عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان هو اللي قام بتعريب الدواوين. رقم 2 بنى مدينة بغداد، مين هو اللي بنى مدينة بغداد اولاد؟ ابو جعفر المنصور، الخليفة ابو جعفر المنصور. بعد كده اكتب ما تشير اليه العبارة. قال لي: معركة تمكن فيها العباسيون من هزيمة الامويين عام 132، طبعا هي معركة الذئب، المعركة اللي أنهت الدولة الأموية وأعلنت قيام الدولة العباسية، هي معركة الذئب. رقم 2 بيقول لي: مدينة فتحها الخليفة المعتصم، طبعا دي مدينة سمراء، المدينة اللي فتحها المعتصم مدينة سمراء. رقم 3 بيقول لي: مسجد بناها جوهر الصقلي ويعد أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية، طبعا ده الجامع الأزهر. عارفين إن جوهر الصقلي هو اللي بنى القاهرة وهو اللي بنى جامع الأزهر لنشر الثقافة الإسلامية في العالم كله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: أولاد بما تفسر قيام الفاطميين بتدعيم الأسطول وتنظيمه في مصر؟ ليه الفاطميين من أهم أعمالهم في مصر إن هم دعموا الأسطول البحري بتاعهم؟ قال مستر: بهدف حماية سواحل الخلافة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى الشام. عارفين في الوقت ده إن الدولة الفاطمية كانت بتسيطر على سواحل البحر المتوسط من أول المغرب لحد بلاد الشام، فطبعا لازم يكون عندهم أسطول قوي يحفظ او يحمي هذه السواحل بتاعه الدوله الفاطميه. رقم 2 بيقول لي: يطلق على العصر العباسي الاول
العصر الذهبي للدولة العباسية. ليه العصر العباسي الأول؟ قبل كده هقول لك إن العصر العباسي طبعًا إحنا عارفين إن هو اتقسم إلى جزئين، عصر عباسي أول وكان بيمتاز بالقوة والإزدهار، وعصر عباسي تاني وكان بيمتاز بالضعف والإنهيار. طب ليه العصر العباسي الأول هو عصر الذهبي؟ قال لأن الخلفاء هذا العصر حافظوا على وحدة دولتهم واستقلالها، وقاموا بالعديد من الإصلاحات في كافة المجالات المختلفة. في العصر العباسي الأول الخلفاء كانوا أقوياء، فحافظوا على وحدة واستقلال الدولة العباسية، وكمان قاموا بالعديد من الإصلاحات. لكن في العصر العباسي الثاني اللي بيعتبر انهيار وضعف، قال مستر بسبب ظهور بعض الدول المستقلة في الدولة العباسية. رقم 3 بيقول لي انشاء الخليفه معاويه بن ابي سفيان ديوان الخاتم. ليه عمل ديوان اسمه ديوان الخاتم؟ قال لي بهدف حفظ وختم مراسلات الخليفه او رسائل الخليفه، كان لازم المراسلات اللي بيبعتها الخليفه تتختم. قال لي فانشا الخليفه معاويه بن ابي سفيان ديوان الخاتم بهدف حفظ وختم مراسلات الخليفه. بالتوفيق ان شاء الله.